عندي سؤال تاني يتعلق بقى بفتح الاعتمادات. طب تمام. يعني اذا كنا شوية فلكسبل في قصة عشان موضوع الشهادات، لان احنا عايزين نعمل الشهادات وعايزين نجمع دولار وعايزين نرجع الدولار لسوق المصرفي تاني، ليه ما نبقاش بنفس الفلكسبيليتي والمرونة في فتح الاعتمادات؟ يعني في ناس كتيرة معاه من التجار معاهم فلوس يقدروا ان هم يفتحوا بيها الاعتمادات، وده يريح الدنيا ويمشي الدنيا. قول لي وجهة النظر ايه المصرفية؟ انا اقول وجهة نظر اللي مانع، مش وجهة نظري انا، عشان بس نوضح، دي مش وجهة نظري انا، لا وجهة نظر هم مانعين ليه. لان حضرتك اللي اشترى دولار اشترى خلاص وبقى موجود في البيت، لكن فتح الاعتماد انا لو النهارده اتحت ان انا ادخل الدولار ده، وجهة نظر المسؤول او لحد النهارده انه مانع هذا الموضوع، عمليه فتح الاعتماد عمليه ريكيرنت، عمليه متكرره، فبالتالي هيزود الطلب على الدولار، على الدولار في السوق الموازي ده، هو مش عايزه دلوقتي. تمام يا حضرتك؟ هو اوريدي السوق الموازي موجود على فكره، موجود هو موجود وفرق 10 جنيه موجود، يعني ما موجود، مش هنحط راسنا في الرمي فني، ما هو موجود محدش ينكر انه مش موجود، بس النهارده حال موجود النهارده وافتح الاستيراد، فبالتالي بدل ما يبقى بيتعامل في 10 مليار يتعامل في 20 ولا 30. معلش بس لا لا، بس على الجانب الاخر، على استاذ طارق، على الجانب الاخر، انا لو سمحت ببعض المرونه في هذا الامر، البضائع اللي متكدسه في الميناء واسعار الحاجه هتدخل بسرعه، هيبقى في حركه في السوق بدل الوضع اللي احنا فيه ده. هايل حضرتك بتقولي كلام مظبوط وكلنا متفقين عليه ومفيش حد يختلف عليه، ولا حتى ممكن المركزي حد يختلف عليه، ولكن هيتبقى السؤال المهم، كميه الاموال المتاحه في الاسواق سواء في السوق الرسمي او السوق الغير رسمي، مع وجود ضغط من الناحيه الثانيه ان انا عايز اسدد المديونيه بتاعتي، هل هيكون كافي ان انا احتفظ بشكل الاقتصاد الحالي ان الدولار داخل ب 31 وبره بكذا، ولا الامور هتفلت اكتر وهضطر للاسف الشديد ان انا مش هقدر اسدد الالتزامات اللي عليا؟ كل دي اسئله بتتحط قدام اللي بياخد القرار، لان الصوره دي قدامه واضحه. يوم ما يحس ان الامكانيات اللي موجوده داخل السوق المصرفي سواء من السوق الاساسيه او السوق الموازيه بتسمح له انه يفتح الاستيراد وبالتالي تنخفض السلع، اول واحد هيعملها بنك مركزي، لان هو من مصلحته جدا او هو المسؤول قانونا على ان هو ينزل الاسعار ويحارب التضخم. وايه بتيجي حرب التضخم؟ ان نزود المنتجات اللي موجوده في الاسواق فبالتالي الاسعار تنخفض. ده يقدر يعمله في ظل الموارد المتاحه ويسدد الالتزامات اللي عليه. لو ده هيقدر يعملها هيعمله الصبح، هيفتح القرار، هيفتح الاعتبارات المستمره. لكن هي المشكله هي ان انت الموارد المتاحه حاليا دلوقتي في ظل الضغط اللي موجود وظل الازمه اللي احنا فيها ما بتسمحش بده. واول ما هيلاقي اول فرصه بتسمح بده، اكيد هو اول ناس انه من مصلحته ان التضخم ينزل، لان هو المسؤول عنه قانونا. شكرا استاذ طارق متولي الخبير المصرفي.